مبروك صاحب شركة يابوس ستون الحجر العتيق. احنا في شركة يابوس ستون الحجر العتيق احنا بنشتغل لبرا وبنصدر خاصة لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا. كان في عنا صعوبات في التواصل مع الزبون مباشرة، فبمساعدة اليو اس ايد ومشاركتنا معاهم في أكثر من معرض دولي وهم دعمونا في هذا الموضوع، في تواصل هلا الحمد لله تواصل مباشر مع الزباين، واحنا بنأمل في السنة الجاية إن شاء الله تتضاعف إنتاجنا ويزيد مبيعاتنا. الشعب الفلسطيني والشعب الأمريكي معاً نحقق الأمن. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من الشعب الأمريكي.